بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر إخواننا شعب الدوس العظيم على جهدهم الجبارة في المساعدة في إنشاء هذا المسجد العظيم الصرح العلم والعلماء إن شاء الله في المنطقة والدعوة إلى الله. جزاهم الله خيرا، فكان شيء يعني أثلج صدور أهل هذه المنطقة، فنشكرهم شكر عميق على جهدهم الجبارة، ونسأل الله أن يعينهم على إتمام هذا الصرح العظيم، وإن شاء الله يكون في ميزان حسناتهم، وكل عام وأنتم من الله أقرب، وتقبل الله منكم صالح الأعمال.